12/3/2013 استفجر المؤسسة العسكرية أمام الشرطة العسكرية من قبل كتائب جند الرحمن وكتيبة حذيفة بن اليمان بالاشتراك مع جبهة النصرة. الله أكبر ولله الحمد. هنا كان يتمركز الشبيحة والأمن العسكري والشرطة العسكرية، وها هي أمامنا بناء الشبيحة. الله أكبر. والآن اشتباكات جارية بين الجيش الحر وكتاب الطاغية، المحاولة السيطرة على الشرطة العسكرية. الله أكبر ولله الحمد.